امنية، اشمعنى الكاراتيه؟ يعني ليه الرياضة دي تحديدا؟ انا بصي، انا من صغري اصلا انا كنت بتمنى اتمرن كاراتيه قبل عامه، قبل الرياضات التانية، بس طبعا ربنا شاء القدر ان انا اطلب من ميس سناء اللي هي مديره جمعيه نور الشمس. فبصراحه اول لما طلبت منها كان خاصه في اخر ثانويه عامه، عشان انا كنت عايزه دعم نفسي. ايوه، كانت اكتر فتره فيها فعلا محتاجه الدفاع عن النفس، ومحتاجه الدعم النفسي، ومحتاجه الدافع النفسي، اللي انا عارفه اكتر لعبه فعلا بتدفع يعني بتدينا طاقه هي الكاراتيه. انت بتحسي ان انت عندك ثقه في نفسك اكتر، وده كان برضو دليل. ده كان دليل دليل تمام الحمد لله، ان انا حصولي على مجموع كويس الثانويه العامه برضو كان صراحه كان بسبب طبعا سببهم في البيت. كان برضو كميه الطاقه والدافع النفسي اللي كانوا بيدوها لي، ما فعلا ما كانوش بحاسسني ان انا اللي بمتحن، ان هم اللي كانوا بيمتحنوا مش انا. الله عليك حرفيا. وكابتن هيثم بصراحه كان على طول بيديني طاقه ايجابيه، وكان على طول قبل الامتحان لازم يطمني، ولازم لازم يديني طاقه ايجابيه، وحتى بعد الامتحان يعني كفايه سؤاله عليا حرفيا كان بيدعمني جدا. انت تستاهلي دعم بصراحه يعني. وانت نموذج مشرف بجد مصري، انا بكلمك بجد. وعايزه اروح معاكي اكتر تفاصيل عيلتك بقى يا امنيه، احكي لي اكتر عن البيت عندكم، يعني خلي الناس تفهم برضو الباك جراوند او البيت انت جايه منه. احنا ثلاثه توأم واخ كبير، بس انا داخله متاخره سنتين، يعني اخواتي اكبر مني في التعليم بس قد في السن. فطبعا عندنا طبعا موضوع الاحساس ببعض ده عشان توائم الحمد لله، فلما اصلا ما كانوش بحسسني ان انا في ثانويه عامه، كانوا اكنهم بيقعدوا معايا وانا قاعده بذاكر. انا بذاكر لوحدي، بتذاكري لوحدك؟ ما بحبش حد يذاكر لي خالص، بس انا اتعودت على كده من صغري. فبالتالي اللي هو انا ما كانوش محسسني ان انا في ثانويه عامه، فراح كانت كل حاجه متوفره لي، الدعم النفسي، ومثلا لما يكون عايز اخرج مثلا بابا يخلوني اخرج عادي، يعني انا معتمده على نفسي الحمد لله. كنت بتخرجي لوحدك؟ بنزل النادي في السلام في بنها لوحدي، كنت بنزل اكتوبر لوحدي، كنت مسافره لهم من فتره كبيره، من فتره اسكندرية. صغيره اسكندريه لوحدي. سافرت اسكندريه لوحدك يا امنيه؟ برافو والله. يعني والناس خلينا برضو نعرف، لان يعني انا الكلام انت بتقوليه ده يسعدني جدا ويسعد اي انسان. الناس بقى بتتعامل معاك ازاي فعلا؟ هو الناس طبعا مستغربه، هي ازاي كده، هي ازاي كثيفه وماشيه لوحدها مثلا، هي ازاي دي معاقه. انا عايزه اثبت نقطه واحده، المعاق مش معاق في العين او اي حاجه. بالعكس، الاعاقه دي بتبقى في الذهن او في او في القلب اصلا، في الاراده. صح، الاراده. هي احنا لازم يبقى عندنا عزيمه واراده، ما لو ما عنديش عزيمه واراده ما كنتش اثبتت كل ده، ما كنتش قدرت اجيب المجموع ده. صح. وطبعا يعني وطبعا انا في البيت بيدوني بيحفزوني على طول، لا انت زيك زي اخواتك، مفيش فرق ما بينكم. انا مبسوطه والله بجد بسمع منك ده، يعني الواحد بياخد امل يا كابتن هيثم. لا، هو لازم عندنا امل في الحياه. ده انت كل يوم بتتعلم حاجه بقى كمان، من احنا بنتعلم منها. طبعا انا عايز اقول لحضرتك، هي يوميا بتتصل بيا اكتر من 10 مرات. انا بزهق كابتن تقريبا، استفسارات كتير جدا. انا اي حاجه عن التمرين كمان استفسارات. بصي، هو الكابتن مش مجرد كابتن ليا، هو فعلا هو اخويا الكبير، وانا بفتخر بده طبعا. يعني فعلا انا الكباتن بتوعي عامه، اي كابتن بيمرني لعبه، يعني انا بلعب كره جرد المكفين، كره الهدف، وداخله بطولات جري كتير. اخر بطولتين واخداهم في ثانويه عامه، ال 100 متر واخداهم في 15 ثانيه، و 400 متر في دقيقه 40 ثانيه. ده ارقام قياسيه. الحمد لله. يعني انا لا، وكنت بتلعب كوره؟ بلعب كوره. لا بقى ده كتير. يعني انا السنه دي، انا كره قدم كمان، كره هدف بتاعت المكفين. انا السنه دي الحمد لله حاصله على 5 ميداليات، 2 3 ذهبيه و2 فضه. الحمد لله. والميداليه بقى اللي في ايدك دي ايه برضه؟ دي ميداليه الكاراتيه. دي الكاراتيه. انت خدتي حزام اصفر برتقاني صح؟ خدت حزام برتقاني. لحد اللي هو رقم 2 كمان.